قرب وقت الفطور ولازم استغل الوقت بطبخ مكونين مختلفين بفرن واحد اكيد من سامسونج. ببلش بالبطاطا مفرزه ما في مشكله على المايكرويف، حط البطاطا كبسه زر ديفروست جاهزه على الفرن. بلش بالمكون الثاني اكيد سمك، خطينا السريع. بلش بتحضير التتبيله، زيت زيتون بلدي، يا سلام ليمون صافي، اكيد بقدونس، اكيد رشه فلفل اسود وملح. بشرب السمكه من اولها لاخرها، يا سلام الريحه. بعدين علدي والكوك، نحط الحراره بدنا اياها على كل طابق، سمكه جاهزه، يا سلام. بضيف البطاطا والجز، نضيف الصوص الباقي. رمضان كريم.